دعاء أحمد عبد الله غزال، دعاء رياض محمد علي الزهارنا، دنيا ناصر محمد سليم، جينا ممدوح خميس الشوا، ربا عبد الله محمد شراب، رغدة عدنان عبد القادر هاشم، رنين عزات رمضان ظهير، بأحلى عرس تزوجت ونسينا نحكي الدكتورة راحت والدكتورة زينة زينة نهني، رؤى ثروة أبو عيدة، رؤى سمير عبد القادر صباح، زكية أنور عبد الفتاح الجذبة، سحر جلال محمد أبو عمرة، سمر إسماعيل رباح أبو عطر، سمية محمد شفيق الفرع، سوسن ديب عبد الرؤوف بكر، شروق مازن رمضان كيلاني، صابرين محمود عايشة داية، ضحى ماجد شحبة إبهير، عائدة عبد الحليم محمد أبو دقة، عبير سعدي إسماعيل زارب، عبير عيسى طالب الشغلوبي، علا عزمي محمد الحلبي، غادة توفيق حميد زارب، غدير محمد رزق ماضي، نكمل أيضا مع طالبات فداء محمد عبد الله كيلاني، كفاء إسماعيل عبد الكريم الثلاثيني، لطيفة أحمد عطالافي، ليلى ماجد علي دبو، الماضى عبد المعطي جميل الجدبة، مدلين أحمد إبراهيم العمور، مي ماهر أحمد صالح، نريمان إسماعيل عبد الكريم الثلاثيني، نائلة رمضان محمد البسيوني، نور عبد الحليم محمد أبو دقة، نور فواز كامل رقيق، هالة سفيان نايف البطة، هالة كمال صالح الخطيب، هبة خالد سعيد صالحة، عادل محمد أبو جزر، هبة عبد القادر محمد أبو حلوب، هبة محمد رزق ماضي، هبة محمد شعيب خطاب، هبة محمد كامل الفرة، هدى عبد العزيز سلمان أبو ملوح،
خديل إسماعيل عبد الكريم 30، هناء خالد محمد حمدونة، هند محمد حسن الشاعر، نكمل أيضا مع الطالبات وصال باسم عبد الكريم كراز، ياسمين أسامة إسماعيل الزق، ياسمين إحسان محمد شاهين، ياسمين طلال إحسان الشياح، غزال وهذه قصة نجاح لهذه الطالبة، طبعا ضمن فيديو سيعرض عليكم بعد قليل. غزال طبعا مع الأستاذ هاشم غزال عميد الصم بغزة، فليتفضل على المنصة. مبارك للناجحين والخريجين. ضاعي الفرحة بعنها، اهديها نجاحك اهديها، حبيبنا إن شاء الله نجح دايما
أنا اسمي نداء غزال، عمري 24 سنة. أنا انولدت صم، بشوف كل العالم كيف بتحكي مع بعضها، كيف هي بتسمع، كيف أنا مش سامع شو هم عم بيحكوا. كنت بفكر كتير كيف هم، كيف إيش بيحكوا، كيف بسمعوا صوتهم، يعني كيف إيش بيحكوا مع بعض، كيف هم بفهموا لبعض. كلهم بسمعوا لما ينزل المطر هيك يحكوا، ياي كتير حلو صوته، ما أحلى صوت الهواء، ما أحلى صوت المطر. يسمعوا صوت الأغاني يحكوا ياي هذا كتير حلو، روح على البحر يسمعوا صوت الأمواج يحكوا هذا كتير حلو هذا الصوت، يسمعوا شغلات لذيذة. أما إحنا أنا كان نفسي أعرف شو بيسمعوا أو إيش اللي بيسمعوا، شو الحلو اللي كانوا بيسمعوا. من وانا طفلة وانا في جمعية اطفالنا للصم تعلمت فيها، بعد ما خلصت عند صف تاسع دخلت فيش، قعدنا في البيت وما كملناش دراسة 2 شهرين واحنا في البيت بعد صف تاسع. بعد هيك طلبوا مني اني اشتغل في الجمعية مدرسة، كان نفسنا نكمل تدريسنا وتعليمنا. بعد هيك فتحوا مدرسة مصطفى صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافع، وكملوا لنا المستويات التعليمية لعند توجيههم. بعد هيك قعدنا نستنى للجامعة، صار كل الجامعات يحكوا ما فيش للصم وما فيش للصم، فيش تعليمهم فيش تكمل التعليم الجامعي. حد فتح في الإسلامية فرع لهم، انبسطنا كتير على هذا الشيء وحبينا أنه نستمر، حبينا دعمهم إلنا وانبسطنا كتير على الجامعة. صح أنه أول مرة وإشي صعب بالبداية، أول مرة هيك يكون التعليم زي اللي بسمعه، وكل واحد لحاله، كل واحد لازم يعتمد على نفسه وذاته ويروح يشتغل ويروح يشتري كل إشي، كل إشي بيعتمد على نفسه. صح الترجمة كانت صعبة، كنا إحنا معتمدين على مترجمين، لازم كل يوم نروح لحالنا في أي مكان نشتري أي إشي، كان هذا الإشي صعب، صعب إحنا نوصلهم معلوماتنا. بس الحمد لله بعد مع الاستمرار احنا تعاملنا معهم وحبينا هذا الاشي. الفصل الاول هذا كله صعوبته، الفصل الثاني استمرينا بهذا الاشي وانبسطنا، كان اخف صعوبة من الاول وشدينا حالنا فيه، والتصاميم يعني اللي عملناها كانت كتير حلوة، هي اللي شجعتنا نقوي قلبنا ونعمل كل اشي. هلا خلصنا جامعة وحفل التخرج بكرة 4 سنوات، يعني حابين كمان نكمل إلى البكالوريوس إن شاء الله. صح زمان يعني كنت زعلانة كتير وحاطة في بالي يعني هيك إخواتي بكملوا مراحلهم الدراسية، أنا بس مرحلة الإعدادية وخلصت، بس هلأ مش زعلانة لأن الجامعة الإسلامية قدمت لي كل إشي. مبسوطة وبفتخر مش خجلانة إني أنا صم، وبفتخر لهذا الإشي إنه إحنا متساويين مع اللي بيسمعوا، إحنا بنطلع إلنا جامعة وعنا أفكار زينا زيهم، يعني ما فيش فرق بيننا. هلا أنا مبسوطة وحاسة حالي شخص عادي مش معاق سمعيا. وسهلا بكل الحضور، أنا كتير سعيدة جدا برؤيتكم ومشاركتكم لهذا الحفل. أنا لأول مرة في قطاع غزة طبعا يكون لنا حفل تخرج لذوي الإعاقة السمعية، لطالما كنت أخاف أن يكون ليس لدينا جامعة وتفشل لنا طموحاتنا، ولكن الحمد لله أنا سعيدة جدا بعد ما فتحت مدرسة الرافع للثانوية فتغير شعوري وزاد طموحي وزاد كل حماسي بالتعليم، لأنه فتحوا لنا مدرسة حكومية ثانوية وزاد عندي الحماس بدراستي وزاد طموحاتي وتعبي واجتهدت، والحمد لله أنه ربنا أكرمنا بعقل وأكرمنا بكل ما فيه من حياتنا، بنفهم تعليمنا بنفهم كل حاجة وأثبتنا وجودنا طبعاً. وبعد هيك فتحت لنا الجامعة الإسلامية أبوابها، فكان عنا صح بالأول رهبة وخوف، لكن بعد ذلك الحمد لله اجتزنا، وأتوقع حالي بإني حلم إني أنا في واقفة في مسرح حفل التخرج، والحمد لله طبعاً. وبشكركم وبشكر وببارك لكل زميلات الطلبة الصوم، وأنا أفتخر فيهم وأفتخر بأهلي وأفتخر بالجامعة الإسلامية فتحت لنا أبوابها. شكراً كثير لكم. ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله، ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله، زقفلنا يلا وفرحنا يلا، زقفلنا يلا وفرحنا يلا،
ونبقى الآن مع مسك الختام لهذا الحفل البهيج مع نشيد الجامعة الإسلامية مرة أخرى وبلغة الإشارة. ألف مبارك بكل ما يحمله النجاح والطموح من معنى، مبارك لكم هذا الإنجاز يا فخر فلسطين. نفيك جامعة للحق فاندسدي، لبيك شامخة مرفوعة العلم، لبيك رائدة في درب عزتنا، لبيك ساطعة للبدر في الظلم، لبيك جامعتي، لبيك جامعتي برودة الأطهار، فلتسلمي دوما أنشودة الأبرار لحنا بكل فمي، برودة الأطهار فلتسلمي دوما أنشودة الأبرار لحنا بكل فمي، من واحة الإيمان تسمو عزائمنا، عزائمنا إن تطلبي دمنا نفديك بالنسم، لبيك لبيك للحق فانتسبي، لبيك جامعة للحق فانتسبي، لبيك شامخة مرفوعة العلم، لبيك رائدة في درب عزتنا، لبيك ساطعة للبدر في الظلم، لبيك جامعتي، لبيك جامعتي يا رب فاحفظها بالعين جامعة، يا رب زين شمائلها بالعلم والأدب، يا رب فاحفظها بالعين جامعة، يا رب زين شمائلها بالعلم والأدب، واجعل توحدنا رمزا لقوتنا، قوتنا حتى نوجهها للقدس والحرم، لبيك 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 جامعتي، لبيك جامعتي. هسه يعاني من نهاردة، أنا واحد تاني
كل الدنيا.